معاكم بدنيا يا دنيا، مصبح عليكم بالخير من جديد. وصلنا لفقرة رح نتحدث فيها عن اختيار شركة Universal Now العالمية لتنتين من الفرق الأردنية ليكونوا ضمن الألبوم الجديد عم بيعملوه، ألبوم اسمه Now إلى جانب أسماء عربية كبيرة. رح نتحدث مع هالفرقتين، هي فرقة مربع وفرقة أوتوستراد. ومعنا من فرقة مربع محمد عبد الله، أهلا وسهلا فيك. معنا كمان ضرار الشواقفة، أهلا وسهلا فيك ضرار. ومعنا من فرقة أوتوستراد يزن الروسان، أهلا وسهلا فيك يزن. وآفو ديمرجيان أيضا من أوتوستراد، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا بدنيا دنيا. أكيد نبارك لكم على هذا الاختيار. أكيد شركة Universal Now Universal Music هي مش شركة قليلة، هي شركة معروفة وكبيرة وعالمية، والانضمام لإلها أكيد رح يكون يعطيكم فرصة كبيرة. بدي أبدأ معك محمد لنتحدث عن هالاختيار، كيف تم اختياركم لتكونوا ضمن ألبوم Now؟ الاختيار صار انهم شركة Universal اجوا على الاردن، وبتوقع عملوا مقابلات مع اكثر من فرقة اردنية، حكوا لنا عن فكرة السي دي، انه بدهم ينزلوا كوليكشن، مجموعة اغاني مستقلة من الوطن العربي، وعم بيختاروا فرق معينة، وطرحوا علينا الفكرة، حبينا الموضوع والحمد لله، يعني اختاروا اغنية من الاغاني تاعونا. اوكي تمام. طيب اختيار أوتوستراد مين بده يحكي لنا؟ تفضل افو. نفس الحكاية محمد. هم يعني Universal اجوا اكتشفوا الحالة الفنية اللي بالشارع الأردني، وبرضه هيك سمعوا أغانينا وحبونا، وحبوا إنه يعني يصير بناتنا هيك تعامل لطيف هلا وبالمستقبل. ولا المستقبل قديه بتحسوا هاي فرصة كبيرة لإلكم ضرار؟ إذا بتحكي لنا قديه فرصة لإلكم إنه أنتوا تكونوا ضمن أو مع مجموعة كبيرة من الأسماء، يعني نذكر منهم اسمه محجوب من مصر أكيد، وفي قصي أيضا الرابر المعروف السعودي، وكمان في أدونيس وماسي ورشا رزق، يعني أسماء عربية كبيرة معروفين بالموسيقى المستقلة. بتحس قديه هاي فرصة لإلكم أنتوا؟ يعني فرصة لاختيار جمهور جديد لإلنا مثلا. رح يجيكم جمهور بالضبط، جمهور من السعودية، جمهور من لبنان، من مصر، من أي بلد وطن عربي ما بسمع مثلا بهيك ميوزك ممكن يتعرف عليها خلال هذا السي دي يعني. تمام. طب قديه بتحسوا يعني تركيز فرقة أو شركة Universal Music على الموسيقى المستقلة رح يصير في تركيز أكتر بالعالم العربي حتى على هاي الموسيقى؟ في فرق تانية بتحسوا أنه أيضا ممكن في المستقبل تستحق أنه Universal أيضا تختارها لتكون من ضمن الألبوم أو أنها تنتج لها؟ أفو؟ أكيد، هي أصلا هي هذه هيك زي ما حكي الخطوة الأولى، وهذا بيفتح مجال لكل الموسيقيين العرب في محيطنا يعني، خاصة الموسيقى المستقلة وبالأردن بالذات. طبعا هذه فرصة إنه هي بتفتح بتنور يعني كل الموسيقيين على مستوى الوطن العربي. تمام. يزن وين نقدر نلاقي هذا الألبوم؟ يعني اللي بده يسمعه بكرة في المستقبل بس إن شاء الله يظهر، وين ممكن الناس تسمعه؟ هلا هو موجود كل العالم، بس يعني متخيل بالوطن العربي بلاقوه بفيرجن ميجا ستور، وتحديدا فيرجن هيك بالمطارات، بالسوق الحرة، يعني بالأماكن اللي بتبيع موسيقى مهمة يعني. أوكي تمام. محمد وين ممكن كمان الناس إنها تلاقيه؟ قلت لي أنت أونلاين. طبعا أونلاين، لأنه Universal بيشتغلوا على المستوى الأونلاين وعلى مستوى السي دي الحقيقي. يعني زي ما حكى يزن ببيعوا بفيرجن ميجا ستور، هم أكثر محلات بتعاملوا معها، بأكثر من محل في العالم. حتى بعرفش إذا وصلوا الأردن، هم بعرف إنه حيوصلوا قريبا السي ديز على الأردن، بس اللي بده يسمعهم بقدر يفوت أونلاين على البيج تاعت Universal Music وبلاقيهم ويسمعهم. طب قديه في تدخل كان، هل كان في تدخل من شركة Universal Music في كلامكم باللحن؟ يعني هم يمكن جديد تعاملوا مع فرق بتتعامل مع الموسيقى المستقلة، بتحس إنه كان في تدخل منهم بالكلام باللحن بأي شيء؟ أبدا ما في أي تدخل، لأنه هم الاختيار كان بعد ما خلصنا إحنا الميوزك، اختاروا الانتاج، بعد الانتاج اختاروا أغنية معينة، أغنية جاهزة أخذوا من عندكم. طبعا جاهزة وبحطوها بالسي دي باختيارهم هم، يعني حسب
اسمحي لي اضيف يعني هو الشغله المنيحه كمان يعني مبدئيا اكثر الخطوه الممتازه اللي صارت بالنسبه للفرق بهذا الموضوع انه شركه يونيفرسال بالعاده بيتعاملوا مع الموسيقى التجاريه اكثر ما يعني الخطوه اللي كانت للامام بالنسبه لنا انهم شركه يونيفرسال التفتوا للموسيقى المستقله واخيرا فهذا كان بالنسبه لنا فتح علينا باب واسع كونهم بيوزعوا على مستوى العالم. وثاني شغله انه احنا استفدنا احنا جديد كنا منزلين البومنا الثاني اللي اسمه طرف الخيط ومن وراء التعامل على مشروع ناو اللي هلا بيشتغلوا فيه صفينا معطينهم الالبوم كامل يعني احنا صفينا كشركه انتاج يونيفرسال عم بيوزعوا لنا كامل الالبوم تاعنا على مستوى العالم اللي هو برضه كانت خطوه بالنسبه لنا كثير ممتازه طبعا مش قليل. طب ايش الاغنيه اللي اخذوها منكم اسمها ابعد شوي ابعد شوي من اوتوستراد سافر سافر. طيب نتحدث شوي عنكم كفرق مستقله. احنا بنعرف انه هذا النوع من الاغاني يمكن ما كانش كتير معروف بالاردن وما كانش فيه حتى رغبه بسماعه، ولكن انتم كشباب قدرتوا من خلال يعني اصراركم واشتغلتوا على حالكم وقدرتوا توصلوا وصار عندكم جمهوركم. يمكن قد ايه بتحسوا هذا النوع لامس الشباب؟ يعني شو السبب اللي خلاكم توصلوا للشباب اكثر؟ مين بحب يجاوب؟ هلا يعني احد اهم الاسباب انه احنا من الفرق الاولى اللي غنت بلغه المكان، يعني احنا لا غنينا لا مصري ولا سوري ولا لبناني ولا هيك. فبتخيل ان الناس لما حست انه في شيء مشترك يعني بالكلمات وبنوع الالحان مع الفرق الموسيقيه انه انتمت لها، يعني تبنت الفكره انه احنا والله هاي الموسيقى بتعبر عنا واحنا بنحب نسمعها وهي اقرب لنا اكثر من ما يكون مثلا حدا من برا عم بحكي عنه، خصوصا انه احنا عم نحكي عن قصصنا احنا اللي بتصير معنا يعني. الشارع بالضبط يعني الاقبال كان رائع حلو. احنا بذلنا مجهود بس المذهول يعني الاكثر كان انه الجمهور هو لحاله بس كمل الحكايه هاي. حلو. وهو اللي ساعدكم يمكن ودعمكم لحتى تكملوا؟ طبعا انا حتى حسيت انه مش انه ما كانش في رغبه ليسمعوا، بالعكس الجمهور بيستنى كانه كان مستني امتى يطلع هيك نوع موسيقى اللي بترتبط في يعني بحياته بشكل اكبر، بترتبط بحياته اجتماعيا، بتلامس قضايا اليوميه بشكل اكبر، فكانوا يعني زي كانهم متعطشين لهيك نوع من الموسيقى. وهذا احنا نوعا ما حتى ما كنا متوقعين انه اول ما بلشنا بهاي المشاريع حسينا بردة فعل الجمهور انه قديش متعطشين لهيك نوع من الفن. كان في اقبال على اغانيكم حسيتوا؟ يعني نعم الحمد لله. طب لما بتكتبوا هاي الكلمات يعني كلامكم احنا حكينا باللهجه المحكيه دائما بيكون، ولكن في عندكم دمج بين الموسيقى الغربيه والعربيه. لما بتكتبوا هذا الكلام يعني ايش بكون؟ هل هي مثلا بتجارب انتم مرقتوا فيها ولا اشياء انتم بتكونوا شفتوها؟ كيف على اي اساس بنكتب كلامكم؟ هلا بتوقع كل واحد عنده طريقته بكيف من وين بيستوحي الموضوع اللي بده يحكوا فيه، بس اكيد في بتكون مواضيع نابعه من قصص شخصيه، في بتكون مواضيع نابعه من قضايا اجتماعيه عامه تنطبق على جميع افراد المجتمع، فيعني كثير واسع الصراحه الجواب لهذا السؤال. طيب ضرار ايش تحكي لنا؟ انت بتكتب مين انتم بالمربع؟ مين بكتب؟ محمد انت اللي بتكتب الكلمات وانتم بتغنوها؟ بنوزع ونعزفها ونوزعها وهو بكتب الكلمات وبغنيها. كل الكتابه عندك يعني؟ حلو. معناته طيب اذا بدي احكي مع اوتوستراد، لما انتم برضه لما بتكتبوا هاي الكلمات من زي ما حكيت وانا سالت قبل شوي محمد، واقع عشتوه ولا تجارب غيركم؟ يعني كيف هيك على اي اساس تكتبوا هاي الكلمات؟ يعني حاله احنا برضه هيك عايشينها، وبرضه هو هذا يعني مجال واسع بموضوع الكلام بالذات، بس هو اظن شوي اوتوستراد اقرب للشارع من حالات شخصيه وحالات عامه كمان بنحسها وبنستوحيها وعلى اساسها بنكتب وبنلحنها. بس فعليا احنا اوتوسترادي مجموعه شباب كتيبة. كنا كتيبة بالضبط. كلكم تكتبوا الاربعه يعني. طب ايش العقبات اللي في البدايه يعني الاول ما بديتوا كفرق مستقله؟ اكيد في كان تحديات عقبات مش زي يعني اي فرق احنا سامعينها. احنا كنا نسمع دائما مطرب بيطلع بغني بطريقه معينه لحن عادي وبنتقبله، ولكن يعني الفرق المستقله بنعرف انه الكلمات مختلفه والالحان ايضا مختلفه. هل كان في عقبات هيك بدايه الطريق؟ يعني العقبات هي مش عقبات، هي هاي المصلحه تبعتنا هيك بتشتغل. بتخيل أهم عقبات عنا بالصوت يعني بتجهيز المسرح، يعني الألحان موجود، الكلام موجود، الجمهور موجود، بس عبين ما وصلنا لمرحلة إنه الصوت لازم يكون هيك شكله وهاي الأجهزة المعينة لازم تكون موجودة، فأخذنا شوية وقت. يعني طبعا هذا ساعدنا بالسفر لما سافرنا برا إحنا والمربع، ومع الخبرة ولما واحد بشوف مسارح تانية فبيكتشف إنه الموضوع بنعمل بهاي الطريقة، فبصير مثلا يجيب يوفر شويه فلوس عشان يشتري شويه اجهزه
يقدر يحطهم على الستيج ليحسن مستوى الشغل، لانه يعني بالاخر الموسيقى حالكم انتم بحالكم 100%، لانه الموسيقى عشان تطلع بالاخر هي مكنه يعني كهرباء، يعني قد ما يكون اللحن حلو والكلام حلو بالاخر اذا فيش هذا المكن مش موجود يعني 90% من شغلك رايح. فهذا بتخيل هو من اهم الشغلات الاساسيه يعني. حلو. طب بتحسوا انه مكافاه، يعني زي ما بيقولوا مكافاه، انه كل هالتعب اللي تعبتوه يعني لا توصلوا هاي الرساله تبعتكم والموسيقى تبعتكم اجا كللها يونيفرسال ناو بالنجاح واخذتكم كفرقتين بس من الاردن طبعا بعد مقابلات مع العديد من الفرق، قد ايه بتحسوا هاي الفرصه لازم تستغلوها لحتى تقدروا تحطوا هلا مكانه لكم مش بس في المجتمع الاردني ولكن ايضا بالعالم يعني عم تحكوا؟ زي ما حكيت لك قبل شوي احنا استغلناها بانه لما وصلونا بخصوص اغنيه واحده قلنا لهم طيب ليش ما تاخذوا الموضوع كاملا وتاخذوا البوم كامل وتبلشوا تدعموا الفرق المستقله يعني على مستوى اكبر، فكانت فرصه ممتازه لنا يعني. واكيد هلا يعني هلا لسه كل الحكي جديد، عرفت كيف؟ احنا لساتنا يعني جديد وقعنا وجديد نزلنا الالبوم، فيعني كلياتنا عم نستنى بالنتيجه بس ان شاء الله تكون يعني تمام. متأملين خير يعني. اكيد احنا متأملين خير يعني، هاي فرصه مش قليله وخاصه زي ما حكينا هي اسماء كبيره انتوا بتكونوا جنبها. بالضبط وين بتحس يعني انه الفرصه لكم، يعني ايش بتحس انه رح يضيف لكم هذا الاختيار يونيفرسال ميوزك لكم؟ هو هيك بصفي جمهور جديد، انت اول شيء انه انت بمشروع فيه رساله، وهي رساله اصلا هي زي الساين تبع اليونيفرس الكره الارضيه، فهي فكره الكره الارضيه، فاظن هاي الفرصه انه احنا نخلي مستوى كل الكره الارضيه انه تسمع موسيقتنا، وهذا اللي بنسعى له احنا، وبدنا نوصل للانتشار العالمي يعني. انتشار العالم بشكل عام. طيب انا بدي ابارك لكم مره ثانيه واتمنى لكم التوفيق اكيد يزن افو محمد وايضا ضرار من فرقه مربع ومن اوتوستراد، اكيد كل التوفيق لكم وان شاء الله انه كل شيء بتحلموا فيه ان شاء الله وصولكم للعالميه انه يتحقق عن طريق يونيفرسال ناو. شكرا لوجودكم معنا واهلا وسهلا فيكم، نورتونا. اهلا وسهلا. شكرا على المتابعه، لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا كل شيء جديد.